نفطوركم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كاميرا كاشي لو نيغوسياتور. ضيفتنا اليوم هي الفنانة القديرة ظريفة. ضيفتنا جات ولقات أمين تيتي في البلاتو باش ما تشكش كاع باللي كاميرا كاشي. ظريفة بدأت تحكي مع يونس على تجربتها الفنية أنا تنظر تدخل الأول تاع مراسلنا سامي. مساء الخير زميلي يونس، مساء الخير للمستمعين الكرام، ومساء الخير أيضا للضيف اللي راح حاضر معك. كما تعلم احنا رانا اليوم من الصباح الباكر في بلدية باب الواد من أجل تغطية توزيع سكنات جديدة على سكان الحي، وكما تعلم أنه كل عملية توزيع سكنات هنالك احتجاجات وهنالك أيضا مناوشات تكون بين الشباب العائلة المقصية والآخرين. الحقني الآن أنه سمعنا طلقات نارية، ما نشعرت بالضبط المصدر، لكن راح نقوم بالبحث عن معلومات أكثر ونعطيك تفاصيل أول بأول زميلي يونس. من مع الفاصل الصغير تاع احداث باب الواد ضيفتنا كملت تهضر على تجربتها الفنيه. لسيدتي فقط لانه الكلام اللي قال هنا مقبل المراسل سامي زميت من جزائر العاصمه على اساس انه فيه سمع دوي اطلاق نار في باب الواد، هناك شريط عاجل في قناه فرانس 24 اللي يقول بانه فيه سمع لدوي اطلاق نار في عين المكان. الاخبار على الشاشه قلقوا ضيفتنا سورتو حكايه اطلاق النار، ودوك يزيد يكونفيرمي الخبر. سامي مساء الخير. هو حدث في عماره مانيش فاهم بالضبط شنو صار، لكن راح ندخل العماره هذه باش نعرف واش حدث بالضبط. قاعد شهود العيان قال لي ان هنالك شاب خطف سلاح ودخل داخل العماره، وانا راني داخل مع العماره باش نشوف واش كاين داخل. ما نكذبش عليك انا اول واصلين هنا وراني خايف، راني اسمع فيا. سامي عاودوا اتصلوا بسامي، على ما يبدو كان فيه اطلاق نار وكان اضطراب، كان سامي في 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 حاله مش مليحه. يشار لي في الاخراج انه فيه صور على قناه فرونز 24 لحي من احياء العاصمه، فيه طوق امني، فيه سيارات اسعاف. كيفاش مين بصح انا كيخرج مكتبي؟ هناك صور بين انه فيه ارتباك. سامي 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 كوبيش شكون معايا؟ شكون؟ انا قلت لك برك كوبي ديرك. من كوبي وشكون معايا؟ شكون؟ لازم نزيد احمد في عمري 30 سنه، حياتي كامل وانا نقرا، كنت دائما الاول تاع الكلاسه تاعي، دائما انا هو الاول تاع الكلاسه تاعي، كنت انسان عاقل وصح، كنت انسان مربي صحفي، وضع دائما نجري باش يمدوا لي سكنه، باش يمد لي الناس سكنه. انا مختطف عائله والجورناليست معاهم وما تلقهمش من حتى وين تلقيهم، يدبروا راسكم وديروا في بالكم انا نصحة الناس كامل يسمعوا ويفهموا باللي مانيش حاب ندير هاد الحاجة. ظريفة كانت كالم، هدرت معاه بالعقل وسياد تكلمه وترده، بصح بشوية ظريفة بدأت تتسرح في الكلام مع سيد أحمد. ما جاب لي ربي نيبا نورمال، هذاك اش ما ماكش ربه ولا والو. انا شارب انا شارب عندي دواء، عندي دواء شوبه. اما انا ماكش نورمال، ما نزمت هذا، لازم يدوك السبيطار مهبل نتايا، يدوك السبيطار مهبل، يدوك الجوان فيك. حاب نجو ندوك السبيطار، نجو ندوك اقطع بيا نتايا. اقعد ترونكيل، اقعد ترونكيل، دوك يجو نعرفوا وين راه، نعرفوا وين راه. حنا وين راك؟ باب الواد. أنا باب الواد واني حاكمهم هادو، ما عندي الا انا. انا تدي الفاميليا معك يا وحده المهبول، انا تدي الفاميليا معك، علاه ما تطلقهمش؟ شو حد يدير لهم؟ نحكي لك هادو الفاميليا واش داروا فيا ما تامنيش. ايوا الشعب الجزائري، انا هادي الفتاه كنت نحبها، قلت تشهدوا بلي كنت نحبها وكنت فليكسينها كل يوم. واش هادوك ولات فتات؟ ما فهمت انا، هاد كان يهضر على الدار، ما عندوش دار دوك فتات. انقطع الاتصال مع هذا الشخص اللي هو يدعي باللي اختطف عائله. على كل حال نحاولوا نتصلوا به. سيد علي ام يعيطوا لي، يعيط لي سامي في ماسنجر في فيسبوك، يعيط لي نرفد. قول لهم باللي ما بيك والو، قول لهم سي با نورمال، سي با نورمال. اسمع ولا شغل ولا شغل في في ماميليكا او مع الرجال، ما تخافوش عليه. سيد احمد، سيد احمد، سيد احمد، وي وي سيد احمد، سيد احمد، وي انا نسمع فيك سيد احمد، سيد احمد، انا نسمع فيك
سيد احمد تكلمي مع سيد احمد ما درتش بيتي. انا نتكلم انا مع المهبل انا حاولي هديه من فضلك. نهدي ما فهمتش كاع اللغه راحت. سيد احمد المره هذه يعيط لنا في الماسنجر ودوك نشوفوا لا رياكسيون تاع ضيفتنا بعد الفاصل. الوالد تاع سيد احمد راه معنا عبر الهاتف، لو ممكن نتصلوا به. والله ما يحشم اختي دريفه، والله سمح لنا عربك حنا نحبوك ونعزوك، تو شنو بدلني معك والله بدلني. اختي دريفه كيف تسمعي فيها؟ شوفي كيفاش تهضري معاه. لا حول ولا قوه. انا هضرت معاه قلت له فهمته، مي ما وليدك قالك وقيله ما واش نورمال. واش اسمع هذاك بلا ما ياكل كاشيه تعطيكم منه هو مكريزي شويه ما تخلطوش فيه. حبيت تديني لعندو. لا انت انت يسمع لك انت كاع يحبوكش بك هذا دريفه على كيفاش بك الله يبارك. اوف ودك وراه وليدك ما تقدرش تروح اسمع اسمع نهضر معاك حاجه، ما تقدرش تروح تهدن وليدك، ما تقدرش تروح لعندو تقول له انا ملا في دومين، انا عندي بلاطه دومين، انا اش بك خلي دومين نروح ليها. خليها عبابه شوفوا كيفاش تهضروا معاه. وشنو صافي انت تخلي وليدك تلتهب الدومين وحنا نجيو نهدنوا لك وليدك؟ انت اسمع اسمع والله ما راك عبد هذا اللي فاش نسمع يا رايوجس نسمع يا رايوجس فينا فاغيول وكيفاش كوبي ما تهضرش معاه يا كوبي صح سيد علي بابا في الدومين ومخلي وليدي يدير مشكله. ولا انت اللي ماشي عبد ماشي وليدك، وليدك ولا بس انت اللي راك كوبي دريفه يا دريفه واش دريفه واش دريفه هاني نشوف ما سمعتكش قلتي يا دريفه يما كاع فاميليا ولا سواد السعد يا ظريفة هاني نسمع هاني نسمع. انا كنت ناوي نحوس على النيميرو تاعك نعيط لك باش تجي تغني لي في عرسي. خلاص هاي هنا تجي تغني لك في عرسك خلاص هاي هنا. لا 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 انا 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 لا ما نجيش نغني لك في عرسك اخويا، روح الله يسهل عليك ياك كي تبرى ان شاء الله. صار عليك خلاص بياضي مش داري. خلاص سيد احمد خلاص خلاص سيد احمد خلاص يا اخي في عمرك 30 سنة اخرج للزنقة واسترجل بالسلاح بالزنقة، على تدخل لا فامي عند النساء. انا اخرج للزنقه انا هادي قاعد جوا سير الزنقه ما تحشمش حقار حقار ما تحشمش ها انت كي تهضري معايا هكذا في عود تكلميني كي تهضري معايا هكذا. لا لا انا دوك نكلميك صافي نقول لك روح ضربهم. انا قلت لك كلميتك قلت لك تقي مولاك استغفر يا عبد ربي هاني قلت لك انا علاش راني نبان لك انسان عيان؟ انا انسان متقي انا وعلى ما تدخل السلاح الغاشي علاش مريض روسيات كنت دائما نلبس شورت تحت الركبه. الله يضربك ان شاء الله الراس هذاك الروش يعطيك للراس ان شاء الله تعرف الروشيات نتايا. اسمع نقولك واش دير، حط هذاك السلاح حط هذاك السلاح وطلق هذيك لا فامي طلق هذاك الجورناليست وخرج. ايش يصير صح لا بوليس راه هنا شغل بس ايه ايه مشغول يتيريو عليا ايه ومن بعد ما يتيريوش. لا 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 ما يتيريوش اويدي اخرج حط هذاك السلاح تبات نهار في السيلون ولا يومين وديك عند وكيل الجمهوريه. هذه هي باسكو ما عندكش حق تدخل عند فاميليا. يا ماك بلي انا كاين واحد في الحراشه وحالف عليا. هيا زاد جبد لي الحراشه ونقول كل عليكم ما تبينوا كان تيريو عليا بالرصاصه يا ديماري. لا لا ما يكون غير خير سيد احمد معليش. يا ديماري منها ديماري اللي طلقتهم كاع. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سيد احمد لانه الشيء اللي درته هذه الرجلة كي طلقت الناس طلقهم معليش. واش دار ما فهمتش. صافي راهو بخير صافي راهو بخير الطفل مات. وانت على كل حال منعتي انت على كل حال ما خليتي سيد احمد انه ما يدناش العائله وما يدناش حتى للصحفي. تالما غادها سيد احمد كي انتحر ضيفتنا غلبها البكاء ولتما قررنا ندخلوا لها الفريق باش تفهم باللي هذا كاع كاميرا كاشي.